مدخل إلى النظم الموزعة. ما هي النظم الموزعة؟ هي مجموعة من الهوستز أي الكمبيوترات السيرفرات المتصلة مع بعضها من خلال الشبكة. هذه الكمبيوترات هي مستقلة ويمكنها العمل أن تعمل أوتونومسلي أي يمكنها أن تعمل لوحدها. ما ميزة هذه المنظومة الموزعة؟ لا يوجد شيرد ميموري لكل جهاز الميموري الخاص فيه، لا يوجد شيرد كلوك، ولا لا يشترط أن تعمل جميع هذه الأجهزة على نظام تشغيل واحد. إذن يمكن أيضا تعريف النظم الموزعة بأنها مجموعة من الخدمات التي ترتبط ببعضها عن طريق الشبكة. كيف تظهر هذه المجموعة الأجهزة للمستخدم؟ تظهر كأنها single system. إذن يمكن أن نضيف إلى التعريف أنها مجموعة من الأجهزة المستقلة التي تظهر للمستخدم على أنها system واحد. ما نعني بأنها تظهر على system واحد؟ مثال على ذلك جوجل search engine، يوتيوب، الفيسبوك، تويتر، حتى الموبايل، شبكة الموبايل تستخدم النظم الموزعة. جميع الخدمات الحديثة تستخدم النظم الموزعة. تظهر لك الخدمة بأن هناك سيستم واحد، أنت تتعامل مع واجهة واحدة. عندما تبحث عن شيء في اليوتيوب أو جوجل فأنك تتعامل مع جهاز واحد، ولكن في الباك جراوند هناك مئات أو آلاف الأجهزة التي تقوم بالعمل وثم تظهر لك النتيجة. كذلك عندما نتحدث على الموبايل يكون ارتباطنا ببرج معين، من البرج يتم الانتقال لمجموعة من المخدمات الموزعة التي تقوم بنقل هذه البيانات إلى الطرف الآخر ويتم هذا الاتصال. عندما نتحرك بالسيارة مثلا ننتقل من برج إلى برج بشكل ترانسبارنت شفاف، لا نشعر بأن هناك أي شيء تغير. إذن جميع المنظومات الحديثة تستخدم الـ Distributed System. من أين أتت فكرة الـ Distributed System أو كيف تطورت؟ يجب أن نتذكر تطور الهاردوير، تطور المعالجات مع الزمن. فكانت في البداية Single Instruction Stream، Single Data Stream، أي تنفذ تعليمة واحدة مع داتا واحدة، single instruction multiple data، وصل التطور إلى multiple instruction multiple data يمكن أن تنفذ معا، وهما هنا نحتاج إلى multiple computers أو multiple processors معالجات، وبالتالي تسمى parallel system وتستخدم في a distributed system. التصنيف الآخر لل multi instruction multi data systems، هناك نوعين منها كما قلنا. إذا كانت على نفس الجهاز وهي shared memory، تستخدم shared memory، فهناك multi processor متعدد المعالجات، أو أنها كمبيوترات منفصلة فهي multi computers، وتسمى multi computers loosely coupled system، تسمى multi processors tightly coupled system. كيف يتم الاتصال؟ إما bus أو switch. الفروقات ما بين المالتي بروسيسرز والمالتي كمبيوترز واضحة للطالب. في المالتي بروسيسرز نتحدث على نفس المذر بورد، فهناك شيرد ميموري، هناك شيرد كلوك، الساعة الزمنية التي تتحكم بعمل النظام، all or nothing failure، وهو مهم جدا. هل فشل أي كومبوننت من السيستم سيفشل الجميع، ستفشل في حال فشل البروسيسر أو الرام أو أي شيء سيفشل الجميع. المالتي كمبيوترز عدة كمبيوترات ليس لها shared memory، لا توجد shared clock، هناك فشل جزئي partial failure، وتتصل عن بعضها عن طريق النتورك. ولماذا احتجنا إلى الأنظمة الموزعة؟ هناك عدة أسباب وعدة أهداف أدت إلى الوصول إلى الأنظمة الموزعة الحالية. نبدأ بالscale، scalability، قابلية التوسع. لنفهم قابلية التوسع يجب أن نتذكر مورلو بأن هناك
مضاعفة لعدد الترانزستورات في كل integrated circuit أو chip IC، يعني كل 18 شهر أو كل سنتين. هذا الكلام في السبعينات وهو صحيح نسبيا، إلى أن وصلنا الآن إلى عدم القدرة على زيادة عدد الترانزستورات في السيستم. وصلنا إلى تقريبا 20 مليار ترانزستور في شريحة واحدة، فإمكانية التطوير أصبحت صعبة جدا بالتكنولوجيا الحالية. لذلك انتقل التفكير إلى استخدام عدة كمبيوترات بدل من كمبيوتر واحد ضخم مثل السوبر كمبيوتر أو غيره، وهو غالي جدا. نستخدم مجموعة كمبيوترات أو سيرفرات لتقوم بهذه الخدمات، نوزع عليها الخدمات ومن ثم نحصل على النتيجة. إذن نضيف مالتي بروسيسور، نحسن أداء المعالج، ولكن هناك ليمت لذلك. وتم تبني فكرة الأنظمة الموزعة حتى نصل إلى الأداء العالي جدا. أين نحتاج الأداء العالي؟ نحتاجه في العديد من التطبيقات، وأكثرها حاجة للبروسيسنج باور هي الموفي ريندرينج كمثال. ما هو الموفي ريندرينج؟ هي عبارة عن تحديد كل بيكسل. الشاشة هي مجموعة من ملايين البيكسلز، كل بيكسل ما هو اللون تماما لها. في حال كنا نتعامل مع الموفيز أو الجرافيكال ديزاين موفي كأفلام الأنيميشن وغيرها، نلاحظ أن توي ستوري هذا في هذا الفيلم عام 1995 تطلب 117 كمبيوترز يعملون معا لي من أجل إنتاج 45 دقيقة من هذا الفيلم، تطلب 30 ساعة لكي نقوم بعملية ريندرينج لفريم الواحد. الفيلم أو الموفي يتألف من آلاف أو ملايين الفريمز، وبالتالي هناك حاجة كبيرة للبروسيسنج باور لمعالجة فريم واحد، لقطة واحدة من حركة. مع تطور التكنولوجيا توي ستوري 4 بعام 2019 من 60 إلى 160 ساعة يتطلب عملية ريندرينج، أي تحديد الألوان وتحديد السطوع ودرجة اللون إلى آخره للفريم الواحد. ذكر بأن الفريم هو جزء من الصورة، الصورة المتحركة تحتاج آلاف الفريمز لتعمل. جوجل مثلا في السيرش انجن يقوم بأكثر من 63 ألف كويريز في الثانية حاليا. كيف يقوم بذلك إذا لم يكن هناك آلاف السيرفرات التي تعمل بأنظمة موزعة؟ هناك 130 تريليون بيجز اندكسد حتى يتمكن من إعطائك النتيجة. 130 تريليون أي مليار صفحة. يستخدم جوجل حالياً hundred of thousand of server to do that. فيسبوك في أيامنا هذه أو أكثر يستخدم أكثر من ذلك. هناك 100 مليون طلب في الثانية لحوالي 4 بليون مستخدم، 4 مليار مستخدم. في عام 1999 كانت جوجل تحتاج شهر كامل حتى تقوم بالإندكسينج ل 50 مليون بيج. إندكسينج هي عملية تقوم بها سيرش انجن حتى يمكنها أن تعرف ما هو محتوى هذه الصفحة. في حال طلبها أحد تعرف أن هناك كونتنت، كلمة أو جملة موجودة في هذه الصفحة. كانت تحتاج جوجل شهر حتى تقوم بكراولينج، وهي عملية تنزيل الصفحات والإندكسينج لها لأكثر من 50 مليون صفحة. في عام 2012 نفس التاسك أصبح بأقل من دقيقة باستخدام الديستريبيوتد سيستم. أيضا هناك كل كويري ينتقل عبر الشبكة عبر آلاف الأميال 1500 ميل ليذهب من داتا سنترز الموزعة في العالم الخاصة بجوجل التي تستجيب للكويريز التي يقوم بها المستخدمون. وسطيا يستخدم لكل كويري جوجل يستخدم 1000 سيرفر أو 1000 كمبيوتر، يحتاج وسطيا إلى 0.2 من الثانية حتى يعطي الجواب. هذه هي الديستريبيوتد سيستم،
والتي تستخدم على نطاق واسع في أيامنا هذه. السبب الثاني غير التوسع أو الscalability هو الكولابوريشن. كما نعلم بأننا نستطيع من موقع أن ندخل بيوزر نيم وباسورد لموقع آخر، نستطيع من موقع معين أن ندفع ببطاقة الدفع الإلكتروني وهي مرتبطة بمنظومة الدفع الإلكتروني خارج هذا الموقع تماما. هذا الكولابوريشن التعاون، ونستطيع أن نلعب أيضا ألعاب الفيديو على الشبكة إلى آخره. جميع هذا الكولابوريشن والكونتنت يحتاج إلى ديستريبيوتد سيستم. تأخير تخفيض التأخير reduce latency، هنا تستخدم الديستريبيوتد سيستم الكاشينج بأن تحتفظ بالديتا بأقرب ما يكون للمستخدم. الكاشينج هو أن نحتفظ بنسخة مؤقتة من الديتا، temporary copies of frequently accessed data closer to where it's needed. إذن الأكثر استخداما إلى الديتا الأكثر استخداما يتم تخزينها في أقرب سيرفر. أقرب سيرفر لا يعني بالضبط أن يكون جغرافيا أقرب، بل الاتصال إليه أسرع. أما الريبليكيشن فتعني نسخ البيانات حتى يكون لدينا احتمالية الفشل أقل، أو في حال الفشل فإمكانية الريكفري أو الاستعادة أكبر. من الأسباب التي تتطلب ديستريبيوتد سيستم الموبيليتي، كما تحدثت عن الموبايل كمثال، فالانتقال من برج إلى برج يجب أن يكون ترانسبارنت. لدينا الآن أكثر من 4 بليون يوزر من سمارت فون، لدينا ضعف هذا الرقم من الانترنت أوف ثينجز المرتبطة، الأجهزة المرتبطة على الشبكة، وهذه الأجهزة أو الأشخاص متحركين. فالأنظمة الموزعة يجب أن تكون تدعم الموبيليتي، إمكانية تغيير المكان مع استمرارية الخدمة. High availability and fault tolerance، التوافرية مهمة جدا لاستمرار الخدمة، لأن الأجهزة تفشل، هناك مئات الأجهزة تفشل في جوجل يوميا لا نشعر بذلك، يتم استبدالها وأصلاحها، يعمل جهاز بدل من جهاز. فريدندنسي تتطلب استخدام ريبليكيتد كومبوننت، تجهيزات إضافية. أيضا الأفيلابيليتي تتضمن أو تتطلب استخدام تجهيزات إضافية حتى يمكننا التعامل مع الأخطاء. فولت توليرنس تعني تحديد والتعافي من حالات الفشل أو الريكفر، التعافي في حالة السوفتوير ممكن أن نعيد ريستارت، ممكن أن تعمل، لكن هناك أحياناً بعض الأخطاء في الهاردوير أو السوفتوير تتطلب تدخل من التكنيشن لإعادة العمل. مع هذه الزيادة أو هذا التوسع الكبير في عدد الأجهزة يتطلب كوست عالي جداً. دعونا نذكركم بأن فيسبوك بدأت عملها ب سيرفر مستأجر ب $85 بالشهر، جوجل بدأت عملها عام 1996 بستوريج 10 جيجا بايت، 10 ضرب 4 جيجا بايت يعني 40 جيجا بايت in total، وكانت بهاردوير بسيط جدا، ومن ثمها توسعت إلى أرقام كبيرة جدا. من الأسباب أيضا استخدام distributed system أو التي أدت لاستخدامها هي delegated infrastructure and operation، أي إعطاء الخدمات للمختصين بها. التوجه الحالي هو للcloud services، أن نقوم بوضع الداتا storage عند شركات متخصصة بالستورج، البروسيسينج عند شركات متخصصة بالبروسيسينج، وهي cloud services تؤمن لنا خدمات متعددة، منها تؤمن لنا التطبيقات مثلا فلا داعي لشرائها، تؤمن لنا الداتابيس أو غيرها.